إلى أين وصلت جهودنا للقضاء على الفقر في جميع أنحاء العالم؟ ما مقدار التقدم الذي أحرزناه نحو الحصول على طاقة نظيفة بأسعار معقولة؟ كيف يمكننا الاستجابة للتكاليف البشرية والاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ؟ تقدم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 إطاراً من 17 هدفاً عالمياً، وتهدف إلى القضاء على الفقر وحماية البيئة وضمان الرخاء للجميع بحلول عام 2030، ويمثل عام 2023 منتصف الطريق لتحقيق هذه الأهداف. يقدم أطلس البنك الدولي لأهداف التنمية المستدامة سرداً قصصياً تفاعلياً وعروضاً مرئية للبيانات لوصف التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة. يدعو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة إلى إنهاء الفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان، وهذا أيضاً أحد أهداف البنك الدولي. والخبر السار هنا أنه منذ عام 1990 أحرز العالم تقدماً غير عادي في الحد من الفقر المدقع، ويمكنكم رؤية ذلك في الأطلس، فقد انخفض عدد الفقراء المعدمين من نحو 2 مليار شخص في عام 1990 إلى أقل من 700 مليون شخص في عام 2019. غير أن جائحة كورونا محت التقدم المحرز، ففي عام 2020 سقط 70 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع. وتشير التوقعات الحالية إلى أن 574 مليون شخص، أي 7% من سكان العالم، سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030. يمكنكم استكشاف هذه القضايا والمزيد في الأطلس. يسلط العديد من القصص الضوء على تأثير تغير المناخ على أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والنقل. ويهدف الأطلس إلى أن يكون مستودعاً للمعرفة بشأن أهداف التنمية المستدامة لواضعي السياسات والأكاديميين والصحفيين والجمهور بشكل عام. ونحن نتبع نهج البيانات المفتوحة والشفرة المفتوحة والمعرفة المفتوحة، ومن هذا المنطلق يمكن لأي شخص تحميل جميع البيانات والشفرات والعروض المرئية في الأطلس. استعرضوا قصص أطلس أهداف التنمية المستدامة مع خرائط وصور تفاعلية، فهو يمكن أن يساعدنا على فهم ما أوصلت إليه جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.